داخلين دلوقتي على واحد من العظماء بتوع المهنه، واحد من الناس الحلوين الجماد قوي في المهنه، وفي نفس الوقت بقى عزبه البرج يعني تقريبا بيبقوا فيه كده اسمه ريس المكان، ريس المهنه. هنا بقى عم زكريا الجندي ده ريس المركب وريس المكان وريس المهنه، صح كده يا عم زكريا؟ الحمد لله. صح كده تمام؟ الحمد لله تمام. انا مش بكبره والله. تمام مش بكبره. بس هو كده مدي السحنه بتاعته، قلنا انه قالب على عم رشد الشامي اللي كان قايم بدور في المسلسل بتاع عم ربيع، صح كده؟ كان بتاع الفنانه منى زكي تحت المصاري. انت بذلت مجهود قوي في تحت المصاري ده شكلك. الحمد لله رب العالمين. مبسوط بيه المسلسل؟ الحمد لله. انا مبسوط لان الناس اللي جايين عاملينه مبسوطين، ده مبسوط بهم يعني والله، لانهم ناس محترمين. انتوا كلكم ناس محترمين. قبل المسلسل يعني في فرق ما بين قبل المسلسل وبعد المسلسل بالنسبه لعزبه البرج بالامانه؟ والله هي عزبه البرج عمرها الحمد لله رب العالمين ناسها طيبين وناس محترمين ونفس الوضع بتاعهم. فاهمني؟ زي ما انت شايفهم الوقت، زي ما انت شايفهم من 100 سنه على قد انا ما وقعت مثلا وعرفت، وما بيجيلهاش الا الناس المحترمه. ان كان سيادتكم او الجماعه الممثلين فرقه التمثيل اللي هي كله ناس محترمه. الحمد لله. هو ده مش اول عمل فني عن العزبه؟ لا هو في اعمال فنيه كانت هنا من زمان يعني يمكن من واحنا لسه صغيرين. فاهمني؟ وعمل تانيه برضه واجت الفنانه اليسرى برضه مثلت في راس البر هنا الايام اللي عدت دي. الفنانه منى زكي اجت هنا في المركب. شرفنا بهم والحمد لله رب العالمين. طيب هاخدك بقى من الفكره النفسيه بتاعت المسلسل والاحتفاء بيه، وكان في رفض للمسلسل في البدايه بس لاسباب اخرى، ولا كان من عندكم برضه؟ لا كان في رفض له لان قال لك ما فيش هنا حريم يسرح البحر. ايوه والنبي التفاصيل الصغننه دي والتفاصيل الحلوه دي اتفضل يا عم. هو قال لك ما فيش حريم يسرح البحر، يسرح فلما البحر. اجوا شافوا الفكره في النهايه كل وافق عليها وقال لك ان المسلسل جميل وفكره محترم. اتفضل يا عم زكريا. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يعني فالحمد لله رب العالمين. إيه ناس هنا ناس طيبه يعني في ازاي ان واحده ست تيجي وواحده مش عارف ايه. لا والفنانه منى زكي من يعني من ابرع الفنانين وذكيه جدا جدا جدا. حبيتوها؟ لا محترمه. اول ما اجت المركب هنا كنت انا موجود هنا. اجت تتفرج وبتاع ده قبل اي شغل. ونزلت الثلاجه فنزلت تحت عشان اقابلها لان قلت ممكن تقع ولا بتاع تتبهدل لان المكان غويط عمق كبير. استاذ محمد شكر خضير والناس دي كلها. لا كان لسه الجهاز ما خدتش بالي منه بس كان معانا المنتج محمد جمال كان معاها ومعاه ناس ثانيين. فنزلت انا الثلاجه قبل منها خدتها نزلتها نزلت وخشت الثلاجه وشاف الدوشه بسم الله ما شاء الله ذكيه قوي. تمام. طلعنا فوق زكي. طلعنا فوق قالت عايزين نمشي بالمركب شويه كده انا عايز اشوف المركب. فكان ابني موجود على الدفه هنا على الضمان. فطلعت لقيتها واقفه هنا قلت لها لا خشي ابعد يا محمد. دخلت وهنا مش صعب ان اي واحد يمشي بالمركب من هنا لما يروح منطقه الجربي. اي حد هنا الوقت ما فيش مراكب ده بتبقى المراكب مربوطه هنا وقافله. تقصد ان هي سائت؟ قلت لها تعالي يا محمد خش. قلت لها خشي خش. قلت لها هنا مش. هنا بيسموه مركز القياده. ده غرفه القياده. دي غرفه القياده. ده غرفه القياده. اتفضل اتفضل يا عم زكريا. الله اكبر. بلغ الرئيس الليله لو اي حاجه تاني احنا في الخدمه. طريق السلامة. وصل يا ريس تهامي. وصل. تسلم. يعني اللي يقعد هنا ده بقى هو الريس. هو الريس بتاع المركب هو اللي يقعد هنا وهو اللي يمسك البحرية اللي تطلع الوردية بتاعته. يعني الوردية ساعتين يطلع واحد يمسك الوردية ساعتين برضو على نفس بمواصفات خاصة بالمواصفات لأن الأجهزة قدامه والدنيا كلها قدامه. فاهمني؟ كل حاجة قدامه. فطلعت هنا فبتقول له قلت لها أنت مش عندك عربية وبتسوقها. فطلعت إنسانة ذكية فعلا قوي قوي قوي. كنت عايز اقول لحضرتك بقى حاجه يعني الـ الاعمال الدراميه اللي ما بتبقى كويسه
وبتبرز مشاكل يعني انت في برضه مشاكل اتكلم المسلسل عليها مش كده؟ ولا هو ما دخلش في المشاكل قوي؟ المسلسل؟ لا هو بالنسبه لي ما دخلش في مشاكل كتير ودخل في مشاكل تخص العمل المسلسل نفسه لكن مسلسل الصيادين لكن مشاكل الصيادين وكلام من ده وتتفرج الحمد لله رب العالمين وكان كل شيء على ما يرام تمام الله ونشكره دي غرفه ده الغرفه بتاع الراحه بتاع الريس وكانت الفنانه منى زكي كانت نفس غرفه الريس بتاعتها دي اوضه النوم بتاع حضرتك صح ده اوضه النوم انت قول لي كده بتاع ريس المركب طيب قول لي كده انت لما المركب دي بتروح السرحه تبدا السرحه انتوا بتجهزوها وبتاع حضرتك بتبقى موجود فيها طبعا لازم انت موجود فيها لازم اكون في قلبها بيجي بقى انت معاك سواق مخصوص للمركب ولا انت اللي بتسوق احنا اللي بنسوق وبنقوم بالعمل بتاعنا لحد الراجل مثلا ما يبرح بقى للرميه بتاع الغزل بتاعه وحاجته دي على طول في ارض الشغل تمام عايز يمسك اول طرحه مثلا ساعتين ثلاثه ولا اللي هو ماسكهم يرجع بعد ما يطلع الطرحه بقى اللي هي عمليه المصالب الصالب وخلص يرمي تاني يقوم هو يخش يريح واحد تاني هو ينده على واحد بقى مخصوص من اللي هم الدفافين اللي هو بتاع طيب الدفف. المكان ده بقى بيريحوا بيتناوبوا فيه يعني لا هو ده بتاع الرئيس بس فقط لا غير اللي هو حضرتك الرئيس بس رئيس المركب يخش طب اللي بيسوق بينام في بقى اللي هو غرفه تحت غرفه تحت البحر والرئيس ده بقى اللي هو بيبقى كل حاجه فيه هو بتاع المركب هو المسؤول هو المسؤول امام السواحل هنا اللي حرس الحدود لما قالوا لها ما ينفعش اللي كانوا بيقولوا لها ما ينفعش الرئيس تبقى ست فقالت لهم ده كان في المسلسل يعني ده بالنسبه للمسلسل لان هي طالعه تحت الوصايا ان جوزها توفى وهي قامت بالمركب عشان رميه اطفالها والله يا ست منى زكي احنا مبسوطين ان احنا يعني ايه هي دي المكان اللي هي نمت فيه المكان بتاعها المكان بتاعها طب ده كويس والله احنا برضه نمنا في نفس المكان يا ست منى يعني ما فيش حد احسن من حد بقى لا 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 الله يكرمك ودي كده ما بينام بيسد الحاجات دي كده شهادات سد ترشيد الستاره ديت والشغل ده كله دي كلها كل حاجه بتبقى تمام وما فيش بيسموها كده تناوب هنا بتاعت الريس بس الريس بس لا ما حدش يخش بتبعد قد ايه المركب 20 يوم في البحر 20 يوم بالنسبه لي 20 يوم بتحط الجهاز بتبقى عارف ال 20 يوم باخد الجهاز بتاعي ال 20 يوم الاكل وكل حاجه كل حاجه بيبقى معاك كم واحد كده في المركب البحريه من 12 يعني بيسرح 10 يسرح 6 دول بقى ما يقلش عن 6 رجاله دول بقى بيبقوا رجال انا اسف يعني رجالتك يعني رجاله المركب رجاله المركب دول بيبقوا معروفين ليك بقى وانتوا كل حاجه قبل كده كل حاجه كل حاجه يعني ما بيبقوش جديد لا ولو في واحد جديد بيتعلم من القديم واصل الجديد سارح البحر برضه في مراكب تانية يعني فاهم شغله الله ينور عليك ده اهم حاجه البحر والبحر ده يا عم زكريا بيبقى دي شغلته يعني انا اسف يعني ما بيشتغلش مثلا في الحكومه لا يومين وبيجي عندك يومين او بياخد اجازه من شغله او البحر ده ده بحار دي شغلته على طول دي شغلته على طول زي اي موظف في مكتب دي وظيفته تمام ده برضه البحر ده اكل عيش عشان حضرتك بتقول ان انت كده بتراضيه فلازم يترضى ولو ربنا كرمك بسرحه كويسه هو بيترضى اكتر بتراضيها اكتر برضه ما بتسيبوش يعني بقى. طبعا ابن المكان. طبيعي ليه الناس بتبقى محترمه لا مشاكل ولا كيان ولا ما ربنا يخلي طالع لرزق ربنا طالع يرضى والناس مصليين وناس محترمين الحمد لله ربنا ميسر اهي ربنا ميسرها من عنده الحمد لله فاهمني تبقى ربنا ميسرها بيطلع الرزق ده بتاع ربنا وبتاع الرجاله دي قبل ما يكون بتاع المركب بيبقى بتاع ربنا والرجاله دي وكله بتراضى مركب بتراضى بحريه بتراضى ولاد حضرتك معاك في نفس موجودين نفس الصلاه يحيى ومحمد في نفس الكار ما حد يحيى ما طلعش كده يمين ولا محمد لا ما يلزمناش لا مش قصدي ما انا اخد بالي طلع يمين كده يعني عايز يشتغل في حته طلع شمال عايز قال لك اسيب الكار بتاع ابويا راح اشتغل في حته كارهم وحاجتهم انا بهدي النفوس بس لا الحمد لله رب العالمين هم بيشتغلوا نفس الكار نفس الكار يعني وحفادك برضو نفس الكار والحمد لله رب العالمين والاثنين الحمد لله رؤية المركب يعني تمام لو واحد بطل واحد سرح عادي تمام اتفضل يا حبيبي اتفضل يا حبيبي دي اوضه النوم بقى دي الاوضه بتاع اوضه النوم كده احنا في القياده ايوه احنا في اوضه القياده ودي بقى الادوار اللي تحت يا عم زكريا ده هوريك انا كل حاجه تحت على ما يرام